حياكم الله مشاهدينا في فقرتنا الثالثة والأخيرة. يرغب الكثير من الشباب الطموح في الدخول لعالم الاستثمار والتجارة بمشاريعهم الخاصة، لكن حول هذه الخطوة العديد من التساؤلات عندهم، مثل من وين ببتدي وكيف بحصل على الدعم المطلوب وهل هذا الدعم المطلوب سيكفيني أم لا. هي أسئلة وتساؤلات إن شاء الله عند الشباب نناقشها مع الأستاذ مسعود المسعود، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين. حياك الله أستاذ مسعود، سعيدين وجودك معنا. الله يسلمك، الله يحييك. الله يسعدك يا أخويا، الله يطول بعمرك. نبغى نعرف بداية أكثر ونعرف السادة المشاهدين طبيعة الفكرة، طبيعة الجمعية هذه وطبيعة جمعية الإمارات المستثمرين المبادرين وعن هذا الاسم ومن تخدم بالضبط. نعم، أول شيء شكرا على استضافتكم الطيبة لنا، وبنعرفكم نعرفكم إن شاء الله على الجمعية. نعم. جمعية الإمارات المستثمرين المبادرين هي جمعية اتحادية تخدم المستثمر والمبادر. من هو المستثمر المبادر؟ المستثمر المبادر هو شخص يستثمر من أمواله الخاصة في الشركات الناشئة، خاصة الشركات ذات الطابع التكنولوجي. وهناك فرق بين الاستثمار الجريء والاستثمار المبادر. الاستثمار الجريء اللي هو معروف عالميا بالفنتشر كابيتال. طبعا الاستثمار المبادر احنا أخذنا المعايير العالمية يوم أسسنا الجمعية هذه، والفكرة هي كانت أن كيف نقدر نلم الشباب اللي لهم رغبة في الاستثمار في هذا النوع من الاستثمار تحت منصة واحدة. فأسسنا الجمعية، والفكرة كانت أن نقدر نسوي نوعين، يا أن تكون جمعية ذات مثل شركة حالها حال أي شركة أو صندوق استثماري، أو أن تكون جمعية تخدم جمعية مهنية تخدم المستثمرين. فاتجهنا للجمعية المهنية، الخيار الثاني اللي هو الخيار الثاني اللي تخدم المستثمرين وتكون من أهدافها طبعا نشر الثقافة، نشر ثقافة الاستثمار المبادر، مجال جديد. ليش اخترتوا هذا النوع؟ يعني ليش ما اخترتوا الأول مثلا؟ الأول الله يسلمك تكون حال أي شركة ثانية. إحنا الفكرة أن تنشروا وعي مثلا، نشر الوعي، نشر الوعي ونشر الثقافة. وجمعية مهنية أي أن الجمعية لا تستثمر، المستثمرين يستثمرون بصفتهم الشخصية. فمثل ما عندك مثل ما عندك أخويا جمعية المهندسين مثلا أو جمعية النوع من هناك أيضا جمعية رواد الأعمال الإماراتيين. نعم. وجمعية الإمارات المستثمرين المبادرين هي جمعيتكم الموقرة. نعم. شو الفرق طال عمرك ما بين هذين الجمعيتين؟ سيدي العزيز، الجمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين تستثمر في رواد الأعمال، وخاصة رواد الأعمال اللي هم يعني يشتغلون أو عندهم شركات ذات طابع تكنولوجي. فنحن نستثمر في رواد الأعمال، ونحن هم الفكرة من عندهم والتمويل أي من المستثمرين. أنا رأيت أنكم أنتم مهتمين في موضوع رواد الأعمال، عشان شيء نحن حضرنا أيضا تقرير لكم والسادة المشاهدين نتابع رواد الأعمال ودورهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. نشوفها وياكم مشاهدينا. أطلق العام الماضي مجموعة من المستثمرين الشباب جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين لتكون ذراعاً داعمة للشركات الناشئة وقوة دافعة لتسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات. وتكتسب الجمعية التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها أهمية خاصة كونها جمعية غير ربحية ومسجلة رسمياً تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع وبدعم وزارة الاقتصاد، وتعنى بالدرجة الأولى في إطلاق مبادرات تدريبية وتحفيزية واستثمارية لدعم الشركات الناشئة. ويتطلع هؤلاء الشباب إلى بناء شبكة واسعة من رعاة الاستثمار الذين يؤمنون بأهمية العمل المشترك لخلق بيئة أعمال محفزة على الابتكار والإبداع والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير،
وتقوم جمعية الإمارات للمستثمرين بتعزيز ثقافة الاستثمار المبادر في الشركات الناشئة وتبني مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال. أستاذ مسعود المسعود، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات المستثمرين المبادرين، جهودكم هذه التي تتوافق مع جهود الدولة، بما أن جمعيتكم أيضا جمعية تعتبر جمعية اتحادية، من هم يعني الوزارات أو القطاعات التي يعني تخدمكم أو تدعمكم أو تقدم لكم لكم وللمستثمرين المبادرين؟ طبعا احنا جمعيه اتحاديه مثل ما تفضلت تحت وزاره تنميه المجتمع، والفكره من الاساس جت من وزاره الاقتصاد. وزاره الاقتصاد، نعم. اللي صار الله يسلمك ان ما عندنا جهه رسميه تمثل المستثمرين المبادرين، نعم. اللي هم في العالم الغربي يسمونهم الانجل انفسترز، فالانجل انفسترز موجودين في كل انحاء العالم وعندهم جمعياتهم الخاصه، فما كان عندنا الجمعية الرسمية في الإمارات، فجت الفكرة أن تشكل جمعية تلم الشباب اللي لهم الرغبة في هذا النوع من الاستثمار، وتكون فقرة حلقة وصل بين الجمعيات العالمية وبين المسرعات اللي موجودة عندنا في الدولة وفي المنطقة. يعني المسرعات أيضا تدخل في هذا المجال؟ نعم، احنا المسرعات الشركات الناشئة عادة تكون في مسرعات بعض منها، والفكرة ان المسرعات هذه تخدم يعني المستثمر، تخدم الشركة، تخدم الفكرة، ولا شو تخدم بالضبط؟ تخدم رائد الأعمال وتخدم المستثمر في نفس الوقت. طيب شو الدعم المقدم من جهتكم، من يعني جمعيتكم الموقرة أستاذ مسعود؟ هل هو دعم مادي؟ هل هو دعم معنوي؟ هل هو دعم بالأفكار؟ وإلى متى يتم هذا الدعم؟ نعم، إذا نشوف عالم تكوين الشركة، تبدأ الشركة أول بدايتها بفكرة، نعم، وبرائد أعمال عنده فكرة، وأول تمويل يكون من الأهل أو من الأقارب أو الأصدقاء، صحيح، أو نفسه نعم. بعد ذلك أي دور المستثمر المبادر، فعادة المستثمر المبادر يستثمر في فكرة قد المستثمر يعني المبادر يكون من جمعيتكم؟ من الجمعية، نعم، يكون من الجمعية ويكون مستثمر في الفكرة اللي اشتغلت، قد تأسست، مش بس فكرة على ورق. هاي الفكرة، يعني احنا ما نستثمر في أفكار على ورق، لكن فكرة قد يعني حتى لو كان المشروع مثلا مش جاهز، أو أن المشروع مش جاهز يعني، لكنه مش ناجح ذاك النجاح اللي يتوافق مع الفكرة المقدمة، نعم، صح؟ نعم. يلقى منكم الدعم؟ يلقى الدعم على حسب الفكرة. طبعا الاستثمار المبادر استثمار شوي يعني نسبة من المخاطرة، ولكن احنا دائما نقول ربع تعاونوا ما نذلوا. فالفكرة ان كل ما لميت الشباب وكل ما لميت اهل المعرفة، نعم، قدرت انك اول شيء ولو كان في خسارة تقسم على القسمين ولا كيف؟ تخسر الخسارة لابد منها، التجارة ربح وخسارة، ولكن كل ما كانت عندك الكفاءات في الجمعية أو في الجروب، نسبة الخسارة بتكون أقل. نسبة الخسارة بتكون أقل، وفي نفس الوقت بتكون عندك فرصة أكثر للنجاح، لأن مع الخبرات اللي موجودة بتروم أنك تلقى الشركات اللي قد يكون نسبة نجاحها أكثر عن الثانية. صحيح. يعني من أكبر المشاكل اللي نشوفها قبل كنا، نعم، أن المستثمر المبادر أو اللي حاب أن يستثمر في شركة ذات طابع تكنولوجي يستثمر في أول شركته، وهذا غلط. يعني أنت المفروض تشوف لك فوق 100 شركة، ومن 100 شركة هذه تختار 10 شركات، وحتى عقب ذلك يعني نسبة النجاح قد تكون 50% من العشر شركات هذه، ولكن النجاح إذا نجحت الشركة، يعني نحن سمعنا عن شركات كانت تقييمها في السنة الأولى أو الثانية بخمسة مليون درهم وصلت إلى 3 مليار دولار بعد 5 سنوات. أنا هذا السؤال كنت بسألك إياه، يعني دام أن الشخص ناجح في تجارته، ليش هو بيتجه لجمعيتكم؟
الفكرة الله يسلمك أنه توزيع الاستثمار. الاستثمار المبادر عادة المستثمر ما يحط أكثر عن 5 إلى 10%، وهذا يعني الماكسيمم في هذا النوع من الاستثمار. المستثمر الطبيعي يستثمر في العقار، بيستثمر في الأسهم، بيستثمر في السندات وهذا. ولكن عالميا يعني الرقم اللي هو يستثمر في هذا النوع من الاستثمار اللي هو الايرلي ستيج انفستنج يتراوح بين 5 إلى 10%. طيب انا اشكر، لان نسبه النجاح قد تكون عاليه. صحيح، ومن خلال تجاربكم ومن خلال خبراتكم في جمعياتكم اكيد الشخص بيستفيد، وبدال ما تكون ارباحه نفرض مليون بتستوي إلى أكثر من مليون، مليونين وثلاثة، ويمكن يتجه إلى العالمية بكل سهولة عن طريق الجمعية، وخصوصا إذا كان أشخاص موجودين مثل حضرتكم ساد مسعود المسعود رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين. شكرا لكم جزيلا نسيم. مشكورين، بيض الله وجهكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. مشاهدينا، حلقتنا لهذا اليوم انتهت، نلقاكم إن شاء الله نفس الموعد باكر. مع السلامة.